أمام ما نشهده في النظام المالي الجزائري وفي السياسة العامة الجزائرية التي تذهب نحو العزلة القاتلة على المستوى القاري وتذهب إلى زلزال اقتصادي حقيقي، هذا طبعا ليس كلامي ولكن هو كلام الدراسات والتقارير الدولية التي تؤكد أن الوضع الاقتصادي في الجزائر هو وضع مهتلئ ووضع يؤشر على أو ينذر بوضع خطير داخل البلاد. طبعا نحن نلاحظ ونتابع كإعلاميين الوضع الاجتماعي والسياسي بالجزائر التي تعيش حالة قلق خطيرة وحالة عدم استقرار داخل المجتمع الجزائري وداخل دواليب الدولة كذلك. فإذا نظرنا إلى السوق الداخلية الاقتصادية هي سوق مهترئة، سوق تعرف هشاشة في بنيتها التجارية حيث الأسعار مرتفعة بشكل فظيع وهبوط غير مسبوق للدينار الجزائري وأصوات ترتفع كل يوم للمواطنين الذين يبحثون عن بعض المنتوجات الاستهلاكية، كل هذا يؤشر على أن الجزائر تمضي في خندق قد لا يمكن أن يبشر بالخير، ولذلك لا يمكنها أن تحاصر المملكة ماليا مهما اقترضت لتونس ولموريتانيا ولأي دولة في دول الاتحاد المغاربي، لأن المغرب عرف كيف يدبر سياسته الداخلية وسياسته المالية، وكل التقارير الآن الدولية تؤكد، تقرير أمس للبنك الدولي ولبعض التقارير العربية والأجنبية تؤكد أن الوضع الاقتصادي في البلاد وضع صحي استطاع أن يقفز أو أن يمر بهدوء وبثبات وبنجاح صح التعبير خلال هذه المحطة الوبائية التي شهدتها بلادنا كما يشهدها العالم. ولذلك فالمغرب متحصن من كل هذه ما يسمى أو ما تسميه الجزائر بالحصار المالي للمغرب، لأن لم يبقى لها ما يمكن أن تلعبه، لأن كما تعلمون أن دور البترول لم يبقى له دور كبير فيما يتعلق بتنشيط الاقتصاد، فهناك منتوجات جديدة هي التي ستسيطر على العالم في المستقبل، هي الطاقة الشمسية، هي الفوسفات، هي مواد إنتاجية أخرى التي الآن التكنولوجيا الحديثة تفرضها من أجل التطور ومن أجل التقدم. ولذلك الجزائر إذا نظرنا إلى بنيتها التحتية الاقتصادية والمالية فلا يمكن أن تشكل حصارا ماليا للمغرب مهما حاولت استقطاب وشراء الذمم، وخصوصا ذمم الدول الإفريقية وبعض المنظمات التي تسترزق من هذه الأموال، أموال الشعب الجزائري، خصوصا بعض المنظمات اللوبيات الأمريكية في الكونغرس الأمريكي وفي أوروبا في الاتحاد الأوروبي بالأساس. فهذه المنظمات بدأت تفهم مهما كان أن الأمر انفلت من يدها، وبالتالي فهي تتعيش من هذه المساعدات أو من هذه أو من هذا العطاء السخي للنظام الجزائري الذي ترك شعبه يموت، يعني يعاني من عسر كبير في العيش وتمويل بعض المنظمات وبعض الدول التي لن تجدي ولن تنفع الجزائر في المستقبل. ما تنساوش تابوناو فلاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.